عمان عبر التاريخ هي نسيج متماسك لا يمكن التأثير عليها، وفي نفس الوقت نحذر من كل من تسول له نفسه أن يحاول أن يؤثر على هذا النسيج. نرجو الجميع أن يتعاون على إبقاء هذا النسيج كما هو، ولا نسمح لأحد سواء من داخل السلطنة أو من خارجها أن يأتي ليحاول أن يؤثر على هذا النسيج.